مباركة عاملة. كنشكروا هاد الناس اللي شاركت على الساحل، كنشكروا المنظمين ديال هاد الفيستيفال، كنشكر كاع المساهمين. احنا فرحانين بزاف انه حصلنا على هاد الجائزة اللي قل ما يعني قل ما المتفوقين كيحظوا بالاهتمام اللازم. فكنشكر كاع الناس اللي ساهموا اننا نتوصلوا بهاد الجائزة، باش اننا وكنتمنوا انها تدعمنا وباش انها تكون حافز الناس اخرين باش انهم حتى هما يتوفوا في الدراسة ديالهم ويسجلوا على نقاط مرتفعة ان شاء الله. الصراحة اولا شكر خاص للمنظمين ديال هذا المهرجان، ثم المساهمين في هذه الجائزه. صراحه فرحنا بها بزاف باعتبارها ماشي مجرد جائزه بل تقدير ذات على المجهودات ديال عام دراسي كامل. وثم شكر خاص للاطر التربويه والاداريه اللي كانوا سبب من اسباب النجاح ديالنا. وصافي شكرا بزاف. صراحه هذه الجائزه كانت باب مفتوح امام بزاف ديال التلميذات انهم يجتهدوا ويبذلوا جهد ويفتخروا بالمجهودات ديالهم وبالنجاح ديالهم، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا. الاسم ديالي هي بلاتيتي، كندرس بالمستوى السادس الابتدائي، كنمثل الجهه ديال مراكش اسفي، والحمد لله التقيت بنتي. صراحه انا فرحانه وفخوره براسي بزاف. هادشي اولا بالفضل ديال الله تعالى، ثانيا بالفضل ديال التشجيع والمسانده ديال الوالدين ديالي والاستاذه ديالي المشرفه، هي وسبب المجهودات ديالي اللي صراحه ما قصرتش منها، اللي صراحه كنت كنراجع بزاف. والحمد لله لكل مشاهدينا الاسم ديالي هي بلاتيتي، كندرس بالمستوى السادس الابتدائي، كنمثل الجهه ديال مراكش اسفي، والحمد لله التقيت بنتي. صراحه انا فرحانه وفخوره براسي بزاف. هادشي اولا بالفضل ديال الله تعالى، ثانيا بالفضل ديال التشجيع والمسانده ديال الوالدين ديالي والاستاذه ديالي المشرفه، هي وسبب المجهودات ديالي اللي صراحه ما قصرتش منها، اللي صراحه كنت كنراجع بزاف. والحمد لله لكل مشاهدينا.